عيب يا كابتن هناء تتهم النادي الاهلي بالتزوير باي عقل باي منطق اللي حضرتك بتقوليه. بصراحه حضرتك معذوره وما كنتيش عارفه ان جلسه التوقيع مصوره، فكنت طالعه تقولي كل الكلام ده. ماشي، دي صوره وبصمه. اما اتهاماتك للنادي الاهلي بالتزوير، انا لن اتدخل في هذا الامر، انا بتكلم على وقائع، وارجو ان حضرتك تردي على الوقائع. يعني ممكن تنتقدي شويه في اسلام وتقولي كذا وكذا وكذا وبعد كده تتكلمي، اهم حاجه بس حضرتك تردي على الوقائع خلاص. لكن اتهام النادي الاهلي بالتزوير انا اثق تماما. انا ما اعرفش، انا لست مسؤولا داخل النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي له مسؤوليه وله مستشار القانوني وله مجلس ادارته، يتخذ ما يراه مناسبا، يتخذ ما يراه مناسبا بعرض الامر على المستشار القانوني ثم تحويل الامر لجنه قانونيه ثم تحويل الامر الى النيابه العامه، او ما اعرفش ايه اللي ممكن، تحقيقات بوليس بتاع، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل. النادي الاهلي من حقه يعمل اللي هو عايزه. فدائما النادي الاهلي بيسلك القنوات الشرعيه، يعني تحقيقات بوليس نيابه، كل ده هيحصل، والبينه على من ادعى فندم. فانا ماليش علاقه، انا ماليش علاقه بالنادي الاهلي هيعمل ايه، لكن انا بقول دايما اللي انا فاهمه ان النادي الاهلي بيتخذ القنوات الشرعيه كسبيل لمثل هذه الاكاذيب. بس طيب، انا كده قلت لحضراتكم موقف كابتن هناء حمزه وبنتها. طيب خلي بقى الصور دي معانا، ويعني انا عايزك تمشي الصور كلها اللي عندك. ماذا فعل النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ هو اللي في ايد، لا هات الصوره اللي فاتت معلش. اللي فات ده عقد ولا ورقه؟ طب ما تستنى كده يا سمير معلش اشوف. معلش انا هتحرك من مكاني. هو ده عقد ولا ورقه؟ ده كفر عقد ده صح؟ كفر، معلش انا بره بتاع. ماشي، ده كفر عقد. ماشي، كفر عقد ده يعني مش ورقه مستحقات قديمه من سنه 2002 ولا حاجه. انا ما قلتش حاجه يا جماعه، والله انا بوري لحضراتكم صور اهو. انا بوري لحضراتكم صور، والله العظيم ما بعمل حاجه خالص. اتمنى ان اللي هيطلع يرد في اي وقت يطلع يرد بالحقائق زي ما احنا بنعمل كده، ما بيعملش حاجه تانيه.